أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من مات غرقاً أو مات بمرض السرطان هل يسميان شهيدان؟ الحوادث المفاجئة يسمى شهيد، شهيد في الآخرة ما هو في الدنيا. شهيد في الدنيا هو شهيد المعركة، أما الشهيد في الآخرة فهو شهيد غير المعركة. فمن مات بحادث مفاجئ كالغرق والحريق والهدم هذا ترجى له الشهادة، ترجى. وكذلك من قتل مظلوما ترجى له الشهادة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.